برحب بحضراتكم جميعا متابعي موقع تعليم مصر 2030 easyeduforyou.com. سواء كنت بتتابعنا من قناتنا على اليوتيوب Easy Edu for You أو بتتابعنا من على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تعليم مصر 2030 أو بتتابعنا على جروبنا على الفيسبوك كل ما يخص مسابقة التربية والتعليم 2019-2020، بنرحب بحضراتكم جميعا. النهاردة هنبدأ سلسلة شروحات لاختبار الايتب المطلوب من معلمي اللغة الإنجليزية. هنستعين في شروحاتنا بالكتابين الرسميين المعتمدين اللي اعتمدتهم شركة ايتب أو اختبار الايتب، موجودين في المراكز المعتمدة. لو حضرتك تحجز الامتحان بيدوا لحضرتك الكتابين. الكتاب الأول Official ITIP Preparation Guide، وده عبارة عن دليل بيساعدك تحضر نفسك الامتحان في أسرع وقت ممكن. والكتاب الثاني Official ITIP Practice Guide، ده عبارة عن تدريبات ازاي تشتغل على نفسك، وبيساعدك ازاي تدرس كل جوانب المهارات، الجرامر أو الريدينج أو speaking أو listening. بس احنا طبعا في الاختبار مش مطلوب مننا غير الثلاث مهارات، مطلوب مننا هنمتحن في الجرامر وهنمتحن في listening وهنمتحن كمان في reading، فهو ده المطلوب مننا في الشهادة المهرية أو في الاختبار المطلوب في مسابقة التربية والتعليم. هنبدأ إن شاء الله مع الأوفيشال ITIP Preparation Guide لأن ده مختصر مفيد. الكتاب ده بيقدم خطة أو خطة زمنية ازاي تدرس وتجهز نفسك للاختبار في خلال 3 أيام، أو لو معاك شوية وقت كمان في خلال 5 أيام، بيدي لك خطة زمنية ازاي تجهز نفسك. فاحنا هنمشي واحدة واحدة مع الجايد ده وهنشوف مع بعض. الأول بيعرفك يعني What is ITIP؟ ايه هو اختبار الITIP؟ What is tested in the ITIP test؟ ايه اللي بيقيسه او ايه اللي بيختبره اختبار الITIP من مهارات اللغة؟ كمان الجزء اللي بعد كده What are the different ITIP tests؟ Which one should I take؟ بيتكلم عن انواع اختبار الITIP، وده اتكلمنا عنه في موضوعات قبل كده على موقعنا تعليم مصر 2030. اتكلمنا قبل كده في اكتر من موضوع عن اختبار الITIP، كان منهم أول موضوع كل شيء عن اختبار الITIP، امتحانات تجريبية، وشفنا وشرحنا واستعرضنا مراكز المعتمدة. هنشوف إن شاء الله مع بعض أنواع الاختبار، احنا اتكلمنا عنها على الموقع. أول نوع الأكاديميك اللي هو الأكاديمي. If you are a student considering applying to universities in the United States or in other English speaking countries, you want to prepare for the ITIP academic test, which is designed for colleges, universities and intensive English programs. بيعرفك يعني اختبار الITIP لو حضرتك ناوي تدرس في احد الجامعات في الولايات المتحدة او اي دولة تتحدث الانجليزية، فهتحتاج اختبار الITIP الاكاديمي وهو ده المطلوب مننا. لكن مش هيكون الاختبار بالخمس مهارات زي ما مطلوب في السفر للدراسة في الولايات المتحدة، لكن احنا هنمتحن في 3 مهارات فقط. الITIP بيزنس ده مخصوص للناس اللي هي طبعا هتقدم في شركات في دول تتحدث الانجليزية. الITIP سليت ده مخصص للأطفال في مرحلة الابتدائي والثانوي فما دون. الجزء اللي بعد كده Your Official ITIP Study Plan، بيقدم لك خطة حضرتك ممكن تتبعها علشان تساعدك في الاختبار. الخطة دي مقسمها على مراحل. Your study plan begins with a brief preparation for diagnostic test number 1 and will finish with an analysis of diagnostic test 2. In between, you will practice with drills provided in the book to help you prepare for your official ITIP test. The study plan includes the following. الخطة بتتضمن الآتي، بيتكلم بيقول لحضرتك الخطة دي بتجهزك للاختبار التجريبي الأول والاختبار التجريبي الثاني. بين الاختبارين في بعض التدريبات اللي هتحتاج تشتغل على نفسك فيها، بيقدمها لك الجايد ده، وكمان
الـ ITIP Practice Guide. Number one, an overview of the ITIP format. What to expect on diagnostic test one. بيعرفك يعني إيه اللي هيقابلك في الاختبار التجريبي الأول. An online link for diagnostic test one. كمان هيقدم لك رابط للاختبار هيكون أونلاين. How to retrieve and understand your diagnostic test number one results. نتائج الاختبار ازاي تحللها وتفهمها وايه المطلوب منك. How to begin your intensive preparation study skills for each phase of the ITIP. بدي لك الطريقة ازاي تجهز نفسك للتحضير المكثف والدراسة المكثفة في اختبار الITIP. Number four, an online link for diagnostic test two. بيقدم لك لينك الاختبار التجريبي الثاني. Score sheet analysis for diagnostic test two. كمان بيعرفك السكور بتاعك والدلالات بتاعته. واحنا بعد شوية ان شاء الله هنشوف الدلالات بتاعت الاختبار والسكور والمطلوب مننا. Number five, score sheet analysis for diagnostic test two. بيقدم لحضرتك شيت بيعرفك فيه السكور بتاعك وايه المطلوب, وده هنشوفه بالتفصيل بعد شوية. Extra preparation in specific areas as needed. كمان بيقدم لك تدريبات زيادة لو حضرتك محتاج تجهز نفسك اكتر للاختبار. Take the ITIP test. بعد ما تعمل الخطوات دي كلها بيقول لك انت جاهز للاختبار. Move on. What to expect on diagnostic test one. يعني ايه اللي هيقابلك في الاختبار التجريبي الاول. هتلاقي شاشة زي كده. Beginning next section. بيعرفك فيها ان الاختبار في البداية هيكون شكله كده. هتعدي على grammar, listening, reading, writing, speaking. احنا طبعا هنختار او هنمتحن في الثلاث مهارات الاولى, مش هنمتحن لا writing ولا speaking. اختبار الجرامر او القواعد, grammar section, two parts, 10 minutes. الاختبار ده عبارة عن جزئين مخصص لعشر دقائق. الجزء الاول grammar part 1, 13 multiple choice and fill in the blank questions. الجزء الاول عبارة عن 13 سؤال اختياري, مطلوب من حضرتك هتختار الاجابة الصحيحة. اما الجزء الثاني part 2, 12 error identification multiple choice questions. الجزء الثاني العكس, هيكون مطلوب من حضرتك تطلع الاجابات الخطأ وتتعرف على اجابات الخطأ. هيكون 12 سؤال, الجزء الاول 13 سؤال, الجزء الثاني 12 سؤال. حضرتك بعد ما تخلص او تكمل الاختبار هينقلك للجزء الثاني, الاختبار الليسنينج. يبقى الجزء الاول زي ما عرفنا وهنراجع مع بعض, الجرامر سيكشن 2 بارتس 10 مينتس مخصص لي 10 دقائق, بيتكون من جزئين. الجزء الاول 13 سؤال اختياري, مطلوب من حضرتك هتختار, وهنشوف شكل السؤال بعد شوية, هتختار تحط دايرة جنب الاجابة الصحيحة علشان تكمل الجملة وتبقى الجملة مكتملة المعنى. الجزء الثاني عبارة عن 12 سؤال, مطلوب من حضرتك تتعرف على الاخطاء وتشوف الجزء الخطأ في هيئة اختياري, وهنشوف شكل السؤال ده بعد شوية. لما تخلص اختبار او جزء الجرامر هتدخل على الجزء اللي بعده, هيجيب لك علامة صح على الجرامر, هتخش على الليسنينج الاستماع. الاستماع بيتكون من ثلاث اجزاء, والثلاث اجزاء دول مخصص ليهم 20 دقيقة. يعني اختبار او جزء الاستماع مخصص ليه 20 دقيقة. الجزء الاول part 1, 4 brief conversations each followed by one multiple choice question. يعني بيقول لحضرتك عبارة عن اربع محادثات, وكل محادثة فيهم عليها سؤال اختياري. طبعا المحادثات بتكون قصيرة ومختصرة. part 2 الجزء الثاني, 1-3 minute conversation followed by 4 multiple choice question. الجزء الثاني عبارة عن محادثة من 3 دقائق او مدتها 3 دقائق, وهيتبعها 4 اسئلة اختياري. part 3 الجزء الثالث, 1-4 minute lecture followed by 6 multiple choice questions. عبارة عن محاضرة, دي هتكون طويلة شوية, عبارة عن 4 دقائق محاضرة كاملة, وهتكون فورمال رسمية. فمطلوب منك في الجزء ده تسمع كويس ويكون معاك ورقة وقلم وتسجل نوتس ملاحظات بتاعتك علشان الأسئلة اللي هتكون على جزء الاستماع. بعد ما حضرتك تخلص هينقلك على الجزء اللي بعده, هعلم لك على من صح على الليسنينج زي ما حضرتك شايف, وهنقولك على الجزء الأخير اللي هو الريدينج. الريدينج سيكشن 2 reading passages 20 minutes, عبارة عن قطعتين, والقطعتين دول
ليهم 20 دقيقة. reading part 1 و reading part 2 الجزئين. الجزء الأول reading part 1 the reading passage consists of approximately 250 words and contains 4 multiple choice questions. وال 250 كلمة دول أو القطعة دي عليها 4 أسئلة اختيار من متعدد. الجزء الثاني part 2 the reading passage consists of approximately 400 words and contains 6 multiple choice questions. القطعة الثانية أو الجزء الثاني بيكون عدد الكلمات أكبر 400 كلمة. ناخد بالنا يا جماعة إن اختبار الريدنج الوقت هيسرقك لأن القطعة القراءة هتاخد منك وقت كبير، فيفضل تركز. وهو هنا بينصحك you will be asked series of questions based on two reading passages. هيسألك مجموعة من الأسئلة على القطعتين اللي اتكلمنا عنهم. The questions are multiple choice and there is no plenty for wrong answers, so be sure to answer all of the questions. بيحذرك ان مفيش وقت للخطأ، وبيأكد عليك انك تجاوب كويس وتاخد بالك عشان الوقت ما يسرقكش. ده جزء الريدنج. طبعا هنا جزء بيقول ان اختبار السليت اللي هو مخصص لسن او اختبار الاطفال ده مش تبعنا، هيقول لك في جزء ثالث زيادة في الريدنج ده مش تبعنا. بعد الانتهاء من اختبار القراءة او جزء القراءة كده يكون انتهى الاختبار، وحضرتك هيظهر لك الشاشة ان الاختبار انتهى. مش هتظهر النتيجة مباشرة زي اختبار الICDL، لكن هيكون في خمس ايام النتيجة هتظهر بعد 5 ايام ان شاء الله. السكور او تعريف بالسكور في الاختبار الايتب، هنا مقارنة بين الاختبارات المتعددة البي تي اي اكاديميك والبي تي اي جنرال والايلتس والتويفل، وده الاختبار او المقياس الدولي اللي بيتكون من A1 A2 B1 B2 C1 C2 والايتب والليفل. بيقول حضرتك المستوى بتاعك ايه. هو الاختبار كله من 6 درجات، الاختبار التقييم بتاعه من 6، فبيبدأ البيجنر معاك من 1 حد 2.4، ده بالنسبة لمستوى البيجنر. الإليمنتري اللي هو المستوى الابتدائي اللي هو الأساسي يعني، الدرجات بتاعته من 2.5 لـ 2.9، كمان لحد 3.4، ده الإليمنتري. الإنترميديت المستوى المتقدم 3.5 3.9، السكور من 3.5 لـ 3.9. upper intermediate السكور زي ما حضرتكم شايفين من 4 لـ 4.9. الادفانسد المتقدم المستوى المتقدم طبعا ده بيكون المستوى عالي، والماستري طبعا المستوى الاعلى الـ 6. الادفانسد من 5 لـ 5.9، والماستري اللي هي 6 طبعا دي الدرجة النهائية. ايه المطلوب مننا احنا في اختبار الايتب، لان في ناس امتحنت اختبار الايتب وحصلت على الدرجة A1 مثلا او A2. لو حصلت على واحدة من السكور بتاعك كان A1 او A2 كده هتحتاج تعيد الامتحان. طبعا مش هيقبلوا بالإليمنتري، هيكون المستوى المقبول من الانترميديت وابر انترميديت فما فوق، يعني B1 هو ده المستوى او السكور المطلوب فما فوق. ده تعريف للسكور، دي فكرة سريعة عن اختبار الايتب. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنكمل مع بعض شرح ازاي نكمل دراسة الجايد الموجود بين ايدينا ده، وواحدة واحدة مع بعض هنمشي نشوف نظام الاسئلة هيكون ازاي. بالنسبة لاختبار الاسئلة اللي قلنا عليها، في تختار اهو في سؤال الجرامر الجزء الاول قلنا هتختار الاجابة الصحيحة علشان تكملها. حضرتك كل اللي عليك انها تختار الاجابة الصحيحة بانك تدوس على الدايرة دي، هتتحط فيها علامة سودة كده معناها انك هي دي الاجابة الصح اللي تكمل معنى الجملة. الجزء الثاني بقى من الجرامر هيكون العكس، انك هتكتشف الاجابة الخطأ او تكتشف الاجابة الغلط. يعني هيجيب لحضرتك جملة تحتها خطوط ومطلوب من حضرتك تكتشف انهي من دول هو الخطأ، فهيجيب لك الاختيارات وهنكتشف وهنقول مثلا ان
دي هي الإجابة الخطأ في الحاجات المحطوط تحتها خط قدامكم. طبعا بعد كل سؤال هندوس نيكست نيكست، ولو عندك وقت التايمر هيبقى شغال، لو معك وقت ينفع تدوس باك أو ترجع على الأسئلة. ده كله هنشوفه مع بعض إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، وهنشوف إزاي ندرس مع بعض الـ Official ITIP Preparation Guide في عجالة، وهنشوف بيقدم أمثلة أو أمثلة عامة على كل جزء احنا هنمتحنه، على الجرامر وعلى السبيكينج وكمان على الريدينج. هنشوف الأمثلة والكلام ده في الفيديوهات الجاية. أتمنى ما أكونش أطلت على حضراتكم. إن شاء الله بإذن الله الفيديوهات اللي جاية هنتابع فيها سلسلة الشروحات عن اختبار الايتب، ولو كان معانا وقت هنشوف إن شاء الله The ITIP Practice Guide، وهنشوف التدريبات اللي فيه. أتمنى لحضراتكم التوفيق. هنشوف الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله باقي الشروحات وباقي أجزاء الامتحان وتدريبات على كل جزء وإزاي نتدرب على الامتحان. هيكون في اختبار تجريبي وكمان قطع الاستماع هتبقى موجودة في الموضوعات اللي جاية. تابعونا على موقع تعليم مصر 2030 egedu4u.com، وكمان على قناة اليوتيوب. ياريت اشتراك للقناة، ولو الفيديو كان مفيد بالنسبة لك اضغط لايك. كمان تشرفنا بالانضمام للقناة وبالاشتراك في القناة او الانضمام للجروب او اعمل فولو لصفحة الموقع على الفيسبوك تعليم مصر 2030. ألقاكم إن شاء الله في فيديوهات جاية. دمتم بخير.